مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل مربى الفراولة. المقادير بتاعتنا دول 2 كيلو فراولة. انا غسلتهم كويس قوي الاول وصفيتهم من المية، وبعد كده قطعتهم قطع صغيرة كده. معاهم 1.5 كيلو سكر ابيض. السكر ممكن على فكرة نقلل الكمية لو احنا عايزينها مش مسكرة قوي، ممكن نخليهم بس 1.25 كيلو. المربى دي انا مش هستعمل فيها مية. 2 عود قرفة، 1/4 كوباية عصير ليمون، ودول 2 معلقة كبار جيلاتين اللي هو السادة. ممكن بدلها نستخدم جيلاتين العلب اللي بنعمل بيه الجيلي بطعم الفراولة. في الحالة دي هستخدم 1/2 باكو. ده جيلاتين حيواني. في جيلاتين نباتي بيتباع في المحلات اللي هي الصينيين، اسمه أجار. ده لو أنا بنطق الاسم صح يعني. ده نباتي مستخرج من نباتات وبيستخدم برضو في عمل الحلويات. أول حاجة هعملها هحط السكر كله على المربى، أوزعه كويس قوي، أخليه يغطي الفراولة كلها، واسيبه لمدة 2 ساعة عشان الفراولة تنزل كل المية اللي فيها، وبعد كده ابتدي اسويها. الفراولة انا سبتها تقريبا اكتر من 3 ساعات، ممكن لحد 2 ساعة كفاية. طبعا نزلت ميتها كلها، انا ما حطيتش اي مية او حاجة، وفي نفس الوقت السكر تقريبا داب، في حاجة بسيطة لان حصل تشبع للمية الفراولة. دلوقتي هسويها، هحطها على النار. انا ولعت النار، لازم الاول تغلي كويس والنار تبقى عالية لحد ما السكر يدوب قبل ما احط اي حاجة. هي كده غليت والسكر داب خالص وابتدت حتى تفور، اخلي بالي عشان ما تفورش مني. بس مهم ان انا استخدم حلة كبيرة شوية عشان ما تفورش. بعد كده احط القرفة والليمون. في الوقت ده اهدي النار على اقل درجة من ان لاخر اقلبها، بس برضو ابقى متابعاها عشان ما تفورش مني. في نفس الوقت مش هحط الجيلاتين دلوقتي، هحطه قبل الاخر اول ما المربى تعقد. هتقعد تقريبا 1 ساعة برضو اتابع واشوف استوت ولا لا. في نفس الوقت ما غطيش عليها. زي ما احنا شايفين هي كده خلاص استوت، حتى بيبان في فوران كده. وخدت شوية وحطيتهم في طبق بردو ولقيتها تماسكت. كل اللي هعمله دلوقتي هشيل القرفة. حطيت الجيلي في شوية مية صغيرين وقلبتهم، وهضيفهم على المربى. اديهم 5 دقايق كده، هقلبهم كويس. بعد كده اسيبها تهدى خالص، تاخد حرارة الغرفة، وبعد كده ابتدي اعبيها. زي ما احنا شايفين المربى بردت خالص. هبتدي اعبيها في برطمانات. البرطمانات دي لازم اكون عقمتها. ازاي بعقمها؟ بغلي مية واحط فيها البرطمان لمدة 2 دقايق، وبعد كده اشيله واصفيه من المية واسيبه لحد ما ينزل كل ميته، وبعد كده انشفه خفيف. هبتدي اعبي المربى على قد ما اقدر. البرطمان طالما انا هخزنه يبقى مليان على الاخر، يعني حاجة بسيطة اسيبها، لان لما بيبقى فيه فراغ ممكن يبوظ بسرعة. بعد كده اسيبه يبرد خالص من غير ما اغطيه، يعني اسيبه مش متغطي لحد ما يبرد خالص، وبعد كده احطه في التلاجة. ممكن يتخزن برا في درجة حرارة الغرفة. حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.